عمري 23، حاصلة على درجة البكالوريوس في الإدارة الصحية كلية العلوم الإدارية والاقتصادية من جامعة القدس المفتوحة فرع خان يونس، حاصلة على معدل 92.5. أنا كطالبة من طلاب فرسان الإرادة قدرت أتجاوز كثير من الصعوبات اللي واجهتني، بداية كالتأقلم مع الجامعة الجديدة والانتقال من مرحلة المدرسة للجامعة، وفي كثير من الصعوبات كان خلال المرحلة الجامعية، بس ما دام في هدف واضح ومحدد أنا حاطاه أكيد الحمد لله قدرت أوصل له وأجتاز أي صعوبة تواجهني. بجانب تميزي في الدراسة اهتميت بتطوير هواياتي زي الأعمال اليدوية، كنت أزين غرفتي وكل البيت أحط فيه الأشياء الأعمال اليدوية اللي أنا بزين فيها، وكنت ألاقي طبعا تشجيع من الأهل والأصدقاء. كنت بجانب قراءتي ومراجعتي أول بأول مع الدكاترة، كنت أقضي ساعات يومية يعني أنا مخصصها للقراءة، قراءة الكتب خاصة تطوير الذات اللي أثرت كتير في شخصيتي وحسنتها طبعا للأفضل، وقراءة بعض الروايات والمقالات اللي أنا مهتمة فيها يعني. طبعا كان كل الفضل لأهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى في اللي أنا وصلت له اليوم، كانوا دائما بوفروا لي كل سبل الراحة وأي إشي أنا بحتاجه في سبيل إني أجتهد وأضل من المتميزين، فطبعا كل الشكر إلهم. وصديقاتي بنساهمش اللي كانوا معي بكل أوقاتي فرحي وحزني، وقضينا أحلى الأوقات مع بعض، وكل الشكر إلهم طبعا. وأنا كطالبة من طلاب فرسان الإرادة رسالتي لطلاب العلم إنهم دائما أول إشي يستعينوا بربنا ويخلصوا النية إله، بعد هيك إنهم دائما ما يخلوش إشي يوقف يعني بوجه طموحهم، دائما يحيطوا نفسهم بالناس اللي بتشجعهم والمجتهدين والطموحين عشان يوصلوا للبدهم إياه، وما يخلوش أي إشي يوقف بسبيل تحقيق نجاحهم، وبتمنى لهم كل التوفيق.